ايه اللي حصل؟ هل الاهلي امبارح كان هو الاهلي اللي تعودناه؟ يعني باستثناء اول 10 دقائق وكان ريال مدريد وخضت اللعيبه، الاهلي ابتدى يبادر ريال مدريد الكرات وضيعنا اكتر من فرصه، الى ان جاء الخطا الدفاعي القاتل واللي خلى ريال مدريد تنهي الشوط الاول 1-0. ليه النتيجه ارتفعت بهذا الشكل المخيف في الشوط الثاني؟ ليه الفريق منهار؟ الاهلي مش فريق صغير يعني يستطيع انه يستوعب هدف في مرماه ويعاود مره اخرى، ثم لماذا اختفت الدقيقه 93 امس من هذه المباراه؟ تعالوا نروح للناقد الرياضي الصديق العزيز طارق الادور. مساء الفل حبيبي. اهلا بيك واهلا بكل مشاهديك الكرام. مستعد دايما اكون معاك. تعليقك ايه على ماتش امبارح؟ هل توقعت سير المباراه بهذا الشكل؟ هل توقعت ان الاهلي ينهزم بهذه النتيجه الكبيره؟ ولا كلنا بنقول ريال مدريد هتهزم الاهلي بس يعني 1-2 كده؟ هو زي ما انت قلت اخر حاجه ديت كده، كان كله مرشح طبعا بحكم طبعا خبرات اللعيبه وفارق المهارات وفارق الامكانيات وفارق حتى اسعار اللاعبين، فوارق كبيره جدا ممكن وفارق القيمه السوقيه 850 مليون يورو. بالظبط بالظبط، يعني اكتر من 30 مره قيمه السوقيه للاعيب النادي الاهلي، فطبعا دي واضحه الفروقات موجوده وعارفينها. ولكن مستوى اداء النادي الاهلي في المباريات اللي قبل كده طمع شويه، وخصوصا ان ريال مدريد كان بيغيب عنه مجموعه من اللعيبه، فحصل ان النادي الاهلي خسر بهذه النتيجه. وبكل امانه النادي الاهلي على مستوى الاداء اللي اداه وعلى شكل المباراه لم يكن يستحق انه يخسر 4-1 في المباراه. يعني عارف، لو المباراه فرضنا من الوقت الاصلي لغايه الدقيقه 90 كانت 2-1 وخلصت المباراه 2-1، كان بقت نتيجة مقبولة جدا. النادي الاهلي ادى بشكل مميز وكان في اوقات كتيرة جدا بيهاجم. وعشان يا استاذ محمد عايز بس اوضح نقطة فوارق في التفكير في المباريات الكبيرة اللي بحجم مباراة ريال مدريد بين المباراة دي وبين المباراة مثلا اللي كانت امام بايرن ميونخ من سنتين بالظبط، كان برضه يوم 8 فبراير 2021 في قدام بايرن. النادي الاهلي لعب دفاعي بس، ما تقريبا ما وصلش الى مرمى بايرن ميونخ خالص الا بكرات قليله، وما كانش فيه تواجد هجومي. لا، النادي الاهلي في المباراه ديت فرقت كتير جدا بالرغم من الخساره اكبر، لكن النادي الاهلي وصل لمرمى ريال مدريد مش اقل من 7-8 مرات بخطوره، سجل هدف. وكان في نقطه انقلاب كده في المباراه، يعني 3 نقاط انقلاب هقولهم لك سريعا، من الدقيقه 42 للدقيقه 46 اللي جاء فيهم الهدفين الاول والثاني. وكنا كلنا بنقول ان لو عدى الشوط الاولاني والنادي الاهلي لم تهتز شباكه هتفرق كتير جدا. فجاء في الدقيقه قبل نهايه الشوط الاول بدقيقتين، واول دقيقه من الشوط الثاني بقت النتيجه 2-0. دي نقطه الانقلاب الاولى. نقطة الانقلاب الثانية هي إضاعة الفرص اللي كانت للنادي الأهلي قبل حتى ريال مدريد ما يتقدم. يعني كان في فرصة بالذات بتاعت محمد شريف اللي خدها من أحمد عبد القادر وكان منفرد، وكان في فرصة ثانية لحسين الشحات، وفرصة ثالثة برضه لطاهر محمد طاهر وقفشة. لا ده انا بكلمك على الفرص بتاعت الشوط الاول. وبعدين نقطه الانقلاب الثالثه والاخيره اللي قلبت المباراه تماما، ان بعد الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 64، بعديها بخمس دقائق في الدقيقه 69 الكره العرضيه بتاعت محمد هاني المجدي قفشه، لو سجلها 2-2 تتقلب المباراه راسا على عقب، والاهلي يخش في اجواء المباراه تاني وكان هيرجع تاني. انت كده كابتن طارق بداخل في سكه لو ونعيد السيناريو حسب هوانا، ولكن هل كولر قام بإعداد اللاعبين نفسيا؟ بص، هو الإعداد النفسي كان كويس، بدليل ان النادي الأهلي مضى تقريبا 42 دقيقة وهو يعني يمكن الفرص اللي جات له 3 فرص مقابل فرصتين لريال مدريد، يعني النادي الأهلي كان عنده فرص أكتر. لكن النقطة ان برضه في توتر للعيبة، والدليل ان الأهداف بأخطاء، يعني أهداف بأخطاء زي هدف الأول ده جه يعني دمر مجهود الفريق. بالظبط كده، بتاع خطا محمود متولي في الهدف الاول طبعا قلب موازين المباراه تماما. احنا مش بنقول لو، بس احنا بنتكلم على سير مباراه كان المفروض النادي الاهلي في اوقات كتيره موجود في الملعب وكان بيهاجم وكان عنده هجمات خطيره وكان ممكن يسجل. يعني النادي الاهلي كان ممكن يسجل مثلا من على الاقل 5 فرص كبيره في المباراه، اختارها طبعا على الاطلاق فرصه مجدي قفشه في الدقيقه 69 الفرصه اللي كانت. طب كابتن طارق، هل نقدر نقول ان مشكله النادي الاهلي بقت واضحه في غياب المهاجم الهداف؟
شوف في حاجه ناقصه النادي الاهلي جدا. النادي الاهلي عنده مهاجمين في السنوات الاخيره مهاجمين مش وحشين يقدروا يمشوا الحال، لكن مشكله ان كل المهاجمين اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي لا يجيدوا ضربات الراس، وبالتالي الكرات العرضيه اللي هي سلاح قوي جدا. لو تفتكر مثلا في فتره بدايه القرن كده ما كان فلافيو موجود كان الاهلي بيعتمد بشكل اساسي وكان جنبه عماد متعب على الكرات العاليه اللي بيجيب منها ضربات راس سواء فلافيو او عماد متعب. النادي الاهلي لم يعد لديه الان اي لاعب في مجموعه الهجوم او مجموعه وسط الملعب متخصص في ضربات الراس. فالمشكله الاكبر مش في مهاجم بقدر ما لعيبه تقدر تؤدي او تلعب ضربات راس كويس جوه منطقه الجزاء، لان دي نقطه مفقوده جدا. والدليل توقعاتك بقى لمباراه المركز الثالث صعبه جدا. المباراه هتبقى صعبه مش سهله خالص، ولكن انا اعتقد ان ممكن النادي الاهلي ينتفض ويؤدي مباراه كويسه، انما النتيجه صعبه جدا توقعها، لان برضو ما تنساش ان فلامينجو ده فريق كويس جدا، فريق يعني بطل امريكا الجنوبيه وفريق برازيلي يمكن هو له نتائج مميزه جدا في تاريخه على مستوى بطولات امريكا الجنوبيه وعلى مستوى الدوري البرازيلي. فاعتقد هتبقى مباراه صعبه، لكن المؤكد ان النادي الاهلي هيقدم مباراه افضل من اللي قدمها امام ريال مدريد. النهائي من سيفوز؟ النهائي فرصه طبعا ريال مدريد اقوى، انما يكفي الهلال ان هو وصل لمباراه نهائيه بعد الانجاز الكبير للكره السعوديه في كاس العالم والمظهر المشرف جدا وبالذات الفوز على الارجنتين. الهزيمه الوحيده لبطل العالم الارجنتين جت امام المنتخب السعودي، فده يعني انا بسميه كده توابع للنتائج الجيده للكره السعوديه في الفتره الاخيره والتطور اللي طرأ عليها نتيجه التطبيق السليم للاحتراف ونتيجه التطبيق السليم لدوري يحترم المواعيد ويحترم ومفيش فيه كبير ولا صغير، كله تحت طائله اللوائح. الحاجات اللي انا بقولها لك دي قد تبدو حاجات بسيطه لكن هي السبب في نهضه الكره السعوديه، وانا اعتقد ان الهلال هيقدم مباراه كويسه جدا، انما كفه ريال مدريد اكبر شويه بحكم طبعا التاريخ والخبرات واللعيبه اللي موجودين في اشكرك شكرا جزيلا.